مين؟ سلاف، سلاف، سلاف من مكة المكرمة. هلا يا سلاف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مرحبا. الله يحييك. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. اسمك سلاف ولا سولاف؟ سلاف سلاف، لم ألف. أيوة بدون واو صح؟ أيوة. بدون واو. طيب وش معنى سلاف يا سلاف؟ ايش معنات الاسم؟ الحين بتقول المرأة الجميلة، كلكم كذا البنات، ايش معنات الاسم هذا؟ صحابية. ايش؟ صحابية. صحابية، ها يعني هو اسم لصحابية، لكن ايش معناته؟ معناته ايش؟ والله ما ادري. والله ما ادري. يلا والله ما ادري، يلا اقرأي استعيني بالله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الفلق. انت بدأت من تحت. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله عليك، أحسنتي سلاف. أنت في أي صف تدرسين؟ الصف الخامس. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك. وكم تحفظين من القرآن؟ إلى أي سورة تحفظين؟ إلى والله نسيت اسم الصورة. على كل حال أسأل الله لك التوفيق والسداد، وإن شاء الله بإذن الله تكونين من الناس الحريصة على حفظ كتاب الله جل وعلا والعمل به، وبإذن الله أنك تكونين من أهل الخير والصلاح والتقوى والسعادة يا رب يا كريم. وأسأل الله تعالى أن ينبتك نباتا حسنا يا سلاف. شكرا جزيلا لك.